خلي سلاحك في كل وقعة في حياتك هو الأمل، الأمل ويقينك في ربنا إن ربنا عمره ما هيخذلك. ممكن الابتلاء يكون صعب وممكن الضربة تكون قوية، بس خلي الضربة دي تقويكي وما تكسركيش. اعرفي وتأكدي إن كل وقعة في حياتك في بعدها فرج كبير من ربنا، لأ معاها الفرج، لأن ربنا قال إن مع العسر يسر.